أصدقائي، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بقناة أسرار آدم. عم بعملكم جولة على محتويات الكريم كراميل. عندي كاسات سيراميك وست بيضات، ممكن يكون سبعة ممكن يكون خمسة حسب الكمية اللي بدنا نعملها. بس لهالكمية هاي بيلزمني كباية سكر أو 200 جرام، سامحونا في عندي 1 جرام زيادة هون. في عندي سكر للكراميل، لتر حليب حامضة بدي استعمل بس القشر، ازازة بولا مصفية ضرورية، والويسك لحتى نضرب فيهم البيض، وبيلزمني جات ازاز او جات اي نوع جات لحتى اخلط فيه البيض مع السكر، وحطيت تحت منه شقفة لحتى ما يبرم معي انا عم بعمله بالويسك. وبدي طنجرة لأعمل فيها الكراميل السكر، وطنجرة لا حتى اغلي فيها الحليب. وهن المحتويات، ان شاء الله ما نسيت شيء. فانيلين. اوكي، رح نبلش. هذه الاكل المعروف عنا ان هي اكل كتير بحبوها الصغار والكبار، وانا منهم. رح نبلش هلا خطوة خطوة. نسيت خبركم شغلي، انه الكاسات بدنا نحطهم بصينية غميقة، لانه بدنا نحط بالصينية مي تقريبا لنص الكاسات. هذه شغلة كتير ضرورية. هلا رح بلش اشتغل، بس خبروني كيف بدي اشتغل بايد وكسر بيض بايد. انا فكر بطريقة، فكروا معي. هنبلش نخبص، 1 2 3. ست بيضات. غسل ايدي وبرجع بشتغل. بدي في السكر، برش الليمون كتير مهم بالحالة هاي لحتى ما يكون في للكريم كراميل اي ريحة زنخة بيض. بهالشي هاي كمان نرجع منشيلهم ونصفيهم بالمصفية. هذا أنا لتر حليب رح فضي هلا. هون في عندي السكر اللي بدي اعمله كراميل، هدول النار تحت منهم. هذا الفانيل رح اضيف نص الكمية مع البيض، رح احط كمية صغيرة مع الكراميل، وهحط الباقي كمان كمية مع الحليب. هلا السكر هون هاتركه يذوب يعمل كراميل من دون مي، بهالوقت هذا عم بخفوا البيض مع السكر وبرش الحامض والفانيل. حطيت تحت منها ماشفي لحتى ما يتحرك عندي الجر. هلا بهيدا الوقت عم بخفوا فيه البيض، بعده السكر عم بدوب، وولعت النار تحت الحليب لحتى يغلي. هذا السكر تكرمل اصبح كراميل، والحليب صار بدايته يغلي. هلا بدي اشيلهم وفضيهم بالكاسات. هلا هذا الحليب من بعد ما غلى تركته شوي صغير يهدى، بدي اعمل تامبرينج. ما
ما بدي وقف حرق، هيدي اهم شغلة، لانه ما بدي طلع عجي. هلا فينا اكثر شوي نسكبهم، اكثر نحطهم كلهم عاش بيأثير. نفس الوعاء بدي ارجع استعمله هلا، ما بدي اغسله ولا بحطه دغري على النار من بعد ما صفي. شيل منه الزيست وشيل بقايا البيض، اذا في شي بيض ما انخفق معي منيح. هذه الطنجرة هي زيت، اتأكد انه ما فيها شي بقايا ولا قشر حامض ولا شي. هلا نحط المصفية ونصفي المجموعة. شفتوا كيف بقايا برش الحامض كيف علق هون؟ هلا من بعد ما سقع عندي الكراميل شوي صغيرة، هلا رح ضيف مي سخنة بقلب الصينية لحتى توصل تقريبا لمنتصف الكاسات. هذا ده وضعه بالفرن على درجة حرارة 150 سلسيوم. هذه هلا خلصت الصينية، خلص الكراميل من بعد تقريبا 60 دقيقة. الفرن على درجة حرارة 180 كانت مش 150. عم شيلهم هلا، حطهم بالصينية خلوهم يبردوا شوي برا شي ساعة تقريبا، بعدين بحطهم بالبراد. كريم كراميل بيضاين 4 5 ايام بالبراد ما بيصير له شي، بس بفضل خليه بالكاسي لوقت اللي بدي اقدمه. هلا رح شيل الكريم كراميل وفرجيكم عليه كيف بيكون تقديمه للبيت المطعم. بعدين بنقص الأطراف من هون بالسكين دايرة، وضع هذا الكريم كراميل. هيك أصدقائي بيتقدم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.